نم 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 هي زحرور هي استيقظ احنا بمصيبة. ايه شو هذا اللي قدامي شو هذا اللي قدامي؟ هون الشمس سماء غيوم. شوف يا غبي ايه وين انا؟ ايش هذا المكان؟ ان ساعة من خليك يعني تستيقظ من صحي فيك وانت زي الدب بالمبيت الشتوي، انت مش راضي تستيقظ. كنت انا مبارح سهران عشان هيك مش قادر انا استيقظ. احنا وين؟ ايش هذا المكان؟ احنا بعالم والوان بلاك بلاك. ايه شو بتخبص انت؟ مات صديقي كركورة. لا ماما تبلع. لا لا اي بقدر ارجع اعيش انا. نعم نعم احنا بعالم الون بلوك لك بلوك جاد. خلينا اجرب اكسر. اي شو هذا؟ طلع فاير بارك. اي اي لا اي الله لا يوفقكوا. لا اي اهدوا يا شباب اهدوا. اي الان لازم تركزوا. يلا يلا اين انا جيت؟ يلا زي نحن راح. اي لازم نلاقي حل. احنا نعم لازم نلاقي حل. اي انا خايف. اي اسف والله اسف. هي هي دودو الان انت لازم توسع المكان. يلا يلا انا بدي اوسع بعد كركور. يلا يلا نعم بوسع. خلينا نكسر. كله بيسلخ دودو. كل ايش هذا؟ خلينا نكسر هذا دودو اللي وضع هاي البلوك جد انه مجنون. هين بكسر. طلعوا ون بلوك لك بلوك. بهذه السلسلة اذا انتو حبيتوها رح نروح على هاي الجزيرة شايف بلوكات دايموند، ورح نروح على هاي الجزيرة كمان. واي شو هذا؟ دجاجة وحبسوني كمان. زومبي بيجمان. هاي اكسر اكسر هذا المكان. يلا اني قاعد بكسر. شو اللي قاعد بصير معانا؟ انا مش عارف ابدا ابدا ابدا. هيني انا بدي اوزع بدي اوسع المنطقة اكتر واكتر واكتر. يلا هاي خد خد هاي بلوكات هاي بلوكات. لك بلوك دايموند دايموند. واو دايموند. يلا بلوكات اعطي كل البلوكات. طلع شو قاعد بحط هذا؟ سول ساند عشان نسقط. لا لا مش عشان نسقط، مثلك بسوي انا الخشب. هيني انا كسرت الحديد. يا سلام شوف شو معاي. اعطوني هذا الاكس. شوف زحرور بتكسر اللك بلوك بتصير لك بلوك عادية. والله والله كركور اختراع اسطوري. دودو كركور ذبحتني. الله لا يوفقك. بالغلط والله العظيم بالغلط. لازم احنا نوسع المنطقة هاي 100% لازم نبعد احنا عن هاي المنطقة تبعت البلوك ون بلوك. يا حبيبي انتبه يا كركور انتبه يا دودو. الان المصير بين ايدينا. الان احنا لازم نكون مركزين 100%. يلا اني انا مركز مش 100% 1000%. ممتاز. يلا هيك كركور امسك هذا الاكس لانه مهم كتير كتير كتير. وخذ كل اشي انا رح اخاطر بحياتي. طلع يا بلوي. شو هالبلوي هاي؟ شو هالبلوي؟ خليني ادخل انا واطرده من هذا المكان. يلا اي من وين ضلت تجينا؟ كم من نحلة؟ راح اموت انا. معاك الاكس. الله لا يوفقك يا دودو. اي الله لا يوفقك دودو هذا. يلا يلا كسر كسر يا كبير. يلا اني قاعد بكسر. انحشرنا رجالة. لا يا عالم طلعونا طلعونا بكاكس. اضربني 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 يا كركور دودو اضربوني. يلا يلا ها زي هيك طلعوني من معاي بكاكس بكسر هذول. والله اني مجنون
مجنونة. اه والله انك مجنونة. راح اموت. لا قلبك اكسراح. شو هاي البداية الصعبة؟ شو هاي البداية المرقفة؟ شو يعني مرقفة؟ شو يعني؟ يعني مقرفة. هيني بتبح فيهم واحد واحد. نعم اتبحهم اتبحهم. اه بقرة لك بلاك. خلينا اقتلها واشوف شو راح تطلع لي. موتي موتي موتي. طلعت لنا اشياء والله. شوف واو كمان هاي هوني الاميثيست. واو والله ايش مرتب على المكتب. هاي كمان بقرة. هاي خد خد خد. تفضل يا صديقي. والكل هذول اغراض انت اخذتهم. هاي هوني سيف قوي. اكس قوي جدا جدا. انا الان اسعد ايام حياتي. ليش؟ لانه معاي كل اشي. احنا لازم الان نضلنا مركزين 100%. اي انتبه يا رجالة. خلينا اقتل هاي. طلع 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 طلع. قتلت كلياتهم. نعم اقتلهم. واو طيرت هاي. واي طيرت هذا. معاي سيف اسطوري. لا لا سيفي سيفي راح. كل اشي قاعد بصير معانا خطأ بخطأ. ولا اشي جالس بصير معانا كويس. شايف لك بلوك هاي كتير كتير. بلوكات الحظ خطيرة جدا. اه والله. وما بصير انه يصير فينا زي هيك. نعم هاي خلص خلينا نركز. يا عالم الله لا يوفقك. وقعتنا هنا التنين. شو اللي قاعد بصير؟ شو هذا؟ شوف فوقيك. اوي اعطيني هذا الاكس واعطيني هذا السيف. ايوه ايوه معاي الان اشياء قويه. بدي 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 انا دير بالك كركور. انا بدي اخذ هذول حبات الدايموند. بدي اجي على كرافتنج تيبل وبدي اسوي انا شستبليت. بدي اصير انا قويه 100%. صارت الدنيا ليل الان. احنا شمعنا المنطقه عشان ايش؟ عشان نقدر احنا نستوعب شو بدي يصير فينا. يلا طيب خليني انا اجي هون. ابتعد. اي كمان دايموند. ممتاز ممتاز. بدي اجي انا على هذا المكان اسوي بنطال من الدايموند. دايموند دايموند دايموند. طيب انت دايموند كركور دايموند. انا ايش؟ انا مش دايموند كذاب انت. طيب. سلايم. منيح انه طار السلايم. شو هذا المكان؟ يلا خليني انا اكسر لك بلوكات زيك زي اربا تي ام تي. جد انه اشي خطير. والله زي هيك هديني انا باكل. اي كمان بنطال. هاي خد يا دودو. ايش في ايش في؟ ساعدوني. هاي حبيبي ابلع. اي ذبحتني يا كركور. شو هذا؟ شو اللي قاعد بصير؟ شو هذا اللي قاعد بصير؟ خليني اشوف ايش اسويه. هوني هوني هوني. هاي صارت الدنيا صباح. نعم شايف شايف. لازم نظبط المنطقة يا كركور. كيف كيف يا زعرور؟ زيك زيك. خلينا اوسع انا المنطقة. بدنا احنا بكاكس. انا مع لو اني سويت بكاكس. لانك فاشل بس انت بدك لو لنفسك. انت اناني. هاي بكاكس وينه؟ الله لا يوفقك. بدنا البكاكس ما بدنا اياه نروح. هاي نهربت هاي نهربت. اعطيني البكاكس. خد. الله عليك يا فخر العرب يا غالي. شكرا شكرا. بدنا كمان خشب الان. يا حبيبي اي بقرة خلينا نشوف. لا لا ماما 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 ذبحوني. هيني قاعد بقتل في النحلات. هيني قتلت كل النحلات. هيني قاعد باكل انا هذولا الشغلات. هاي شو حظي؟ هاي رح اموت. انا رح اموت اذا ببقى انا على هذا الكلام. ماشي طيب ماشي خلاص. هيني انا بدي اكسر المنطقة هاي. انتبهوا جميعا. طيب ماشي. ها زيك زيك زيك. لازم نعدل المنطقة من البداية. نعم 100%. ها زي هيك. معاي بلوكات. خليني احلل البلوكات للخشب.
الشباب زي هيك ممتازة شوي شوي مية بالمية شوي شوي. هاي هاي خوذة أعطيني الخوذة. واو طيب أنا بدي حاجة. رمت لك خوذة يا بنطالة يا بنطالة. أوه شكرا. هين أنا حطيت مية عشان اللي بيسقط يمسك بالمية لا تنسوا يا شباب. طيب ماشي كركورية يلا خليني أخذ هاي. أوه بعرف شو بدي أسوي. شو بدك تسوي؟ بدي أسوي أنا هاي الحركة وأسوي شيست وبدي أضع الشيست هون وبدي أحط الأشياء اللي أنا ما بدي إياها أبداً أبداً أبداً. أيوة يا غالي زي هيك بتفكر أنت بالمستقبل. بدي إياك أنت وحش وحش وحش. شكراً لك يا كركور. خليني أخذ الدروع ولك الله لا يوفقك. حطيت المي ما أنت هاي كمان مي. هيو طيب ماشي خليني أرمي. أيوة أيوة هاي وأضع هذول. هيني برميلك. ما ترميلي يلا بس معاي سيف عشان أقتل. أيوة أو دايموند. آه زيك شايفين ليش معاي السيف؟ عشان هذه الحالات الصعبة. هاي كمان بنطال. أيوة لازم نظبط الوضع أكتر وأكتر وأكتر. مية بالمية. أنا قاعد باكل أنا لحم الزومبي لأنه إحنا بحاجة إلهم. شوفوا لا كركور. أوه والله شغلات كتير قوية معايا. نعم ومبين شكلها راح تكون سلسلة زي وجه دودو. شمال وجهي. يا حلولو يا حلولو. خليني أكل زي هيك. بعده عن النحل لأنه من النحلات بكرهوني كتير كتير كتير. فأنا راح أسوي ويا الحركة. أعطيني خشب وأعطيني كمان. بدي أسوي كمان صندوق. هاي السلسلة إذا حبيتوها رح تستمتعوا فيها كتير كتير كتير. أو والله وأنا هنا مستمتع فيها قاعدين منجمع الأشياء. يا لهوي الله لا يوفقه رح يقتل العالم كلهم. آي الله لا يوفقك. هنا دبحته. حطوا الأشياء كلها داخل الصندوق. اوه ايو 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 ابلع يا شرير. الله عليك هيني قاعد انا بقتال. شايفين كيف انكسرت الارضية؟ هذا لانه خشب. تعال شوف. اوه 30 حبة دايموند. نعم نعم نعم. طيب خبينا يا هون شوي. يلا يا شباب. نعم نعم جيبوا لي بلوكات. بدنا بلوكات. اوه طيب ماشي لازم نجيب البلوك. شوف شفت الكريبر؟ شفت بس ايش من الكلب اللي حط اللافا هون؟ انا بالغلط بس. انتبهوا انتبهوا يا عالم. لا لا انا بتعرف شو بدي اسوي. انا بعرف شو بدي اسوي. ولك الله لا يوفقك يا كركور. شيل اللافا شيل اللافا. بالغلط حطيت بسيديان. حطيته بسيديان. خليني انا احط هون. بدي انا استعمل الاندر بيرل. ايوه استخدم اللي بدك اياه غالي. وبدي ارمي انا هاي وبدي احاول اجيب المنطقة. لا لا اي ما جبتها. هيني قاعد بوصل طريقة. ايوه وصل. ها هيني قاعد بوصل معك. ها هيني قاعد برميلك. وصل خلينا اليوم نروح على جزيرة واحدة على الاقل. مية بالمية. هاي زيك بعد عني بعدوا عني. يا لهوي. والله اشي مضحك. يلا خلينا انا اكمل كمل كمل. انتبه. شو هذا؟ يا سلام. يا سلام على ايش؟ ما بعرف بس هي دودو قاعد بياكل قتل منهم. انا بدي اسحب رجلي وبدي اهرب. اهرب معاي انا وقعت. الله لا يوفقك الله لا يوفقك. ضايل شوي وبوصل. خذ خذ اندر بيرل وارمي الاندر بيرل على الجزيرة اللي انت رايح عليها. طيب بس ما بدي النحل. شوفوا كم من نحلة موجودة هون. 70 مليون نحلة وكركور وانا ودودو سقطنا 90 مليون مرة. نعم نعم. هاي هاي زهرو تعال عندي. شمالك. هاي تعال. ما بدي اجي. طلعت شجرة طلعت شجرة. تطلع حشرة وانا مالي. هيني كيف يا مجنون؟ ها زي هيك رميتها. رح تجي يا رب تجي.
كيف اجت؟ والله ما بعرف. كركور شوف ايش فيهن. واو هي بق خراف لك بلوكون. واو والله شيء جميل جدا. والله اجرت كل لك بلوك. اي 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 ايش الصعب اجينا احنا على هذه المنطقة؟ بدي مية رح اموت يا شباب. نصف قلبه. انا بصراحة بحالة جدا 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 سيئة لانه انا ما بعرف وين انا. خليني اكبس هاي يمكن يفتح لي باب. ما فتح لي اي شيء. يلا خليني اشوف المكان هون. لاكي بلوك قصر فقط من اللاكي بلوك. يا سلام. ايش مالك بتحكي يا سلام؟ لاني مش عارف ايش هذا المكان. اي جاس قاعد بيتدمج. لا مية صديقي ولع القصر كله. والله ولع القصر كله. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك انت يا كركو يا دودو طيبة. ليش ليش؟ لانك حمار بالجيش. اطلعوا القصر هذاك احترق. كل اشي قاعد بيحترق. خليني انا اجي هون ارمي هاي زيك بهذا الشكل الجميل. اين اجيت؟ شوف شو صاير. شوف قصر مليء باللك بلوكات شايف. وكل اشي صعب هون. خليني اجي انا على هذا المكان احفر واخذ. لسه قاعد بحكي بدي احفر واخذ. مش ضابط معاي اي اشي. هاي اذا بدكم نكمل في هاي السلسلة اكتبوا لنا تحت التعليقات وانشروا هذا المقطع بكل مكان. هاي بدك مساعدة؟ والله يا ريت يا كركورة. يلا يلا طيب هيني شوي بجيك. يا لهوي ايش مالك؟ نزلت على مكان ظلام بظلام. لا 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 مش ما اتفقناش هيك. ما اتفقنا هيك يا عالم. مش قادر اكتر من هيك. الك بلوكات دمرت حياتنا. لساتنا مش عارفين الاستراتيجية. احنا كويس ابدا ابدا مش عارفين الاستراتيجية. والله لسه مش فاهمين. نعم مش فاهمين. فاذا بدكم نكمل بهاي السلسلة ونسوي جزيرة كاملة كاملة متكاملة وندير بالنا على انفسنا اكتبونا تحت التعليقات. لا نم 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 نم. هي زعرور انا مش قادر اوصل لك. وين نايم؟ شو هذا المكان؟ ايه شو هذا؟ غيوم شمس. انا نايم على الشجرة. نعم انزل انزل يا زعرور. نعم احنا بعالم الون بلوك لك بلوك. احنا بعالم الون بلوك لك بلوك. يا سلام. يلا اليوم بدنا نجرب حظنا يا زعرور. 100% يا زعرور. يلا اذا انا الان بدي ابدا. احنا بالفيديو السابق سوينا هذه المنطقة وهوني سوينا اوبسيديان زي ما انت شايفين ووصلنا طريق لهذيك الجزيرة المليئة بايش كركور؟ باللاكي بلوك ببلوكات الحظ. والله السلسلة راح تكون صعب كتير علينا. والله يلا بعد يا زعرور بعد كركو خليني اجرب انا اكسرها. تفو 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 الحراق بلاش تحترق المنطقة. هذا طافي حالي. شو هذا؟ يلا يلا الان هاي كركور ودودو شافوا حظهم دوري. لا 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 شو هذا الحظ اللي بيقرف؟ هاي النحل بيهجم عليك. هيهم بطلوا يكرهوك. نعم لكن النحل في كل مكان. يلا على اللي بعده. اندر بيرل. يلا يلا يلا. والله يا شمراء اهربوا يا شباب اهربوا. هيني انا هربت. والله اشي مش طبيعي ابدا. على اللي بعده. دايموند 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 دايموند. شوفوا الاشياء اللي موجودة عندنا هون. عندنا سيوف. انتبهوا انتبهوا يا شباب. ماي بام قتلتلكوا اياه. يا سلام انا وقعت بس. لين
انسحاب. اي شايفين ليش احنا وضعنا الاوبسيديان؟ عشان التي ان تي ما تفجر المكان. 100% اقتل يا زحرور. اين قتلناه؟ والبقرة شو طلعت لنا؟ احنا اليوم نصنع التاريخ. خليني انا اسوي زيك، حط لي كل هاي الشغلات، خليني احلل انا الاخشاب هذول واضع الاخشاب هون وهون. زعرور ايش بيصير معانا؟ زعرور هي زعرور انا بدي اوصل طريق، اعطيني بلوكات. بتعرف وين بدي اروح؟ وين وين يا دودو؟ بدي اروح على جزيرة الثلج. اقتلوه. يلا انا رايح باي يا شباب، مع السلامة. اي يلا خلينا نشوف شو راح يطلع لنا. اكسروا. لا 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 يا رب يا رب ما اموت، راح تموت. اي والله انك مسكين. والله بعرف. لا 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 ما بدي اموت، ما بدي اموت، ما بدي اموت. اي يلا يا دودو يلا يا كركور، خليني انا اجرب. اندرمان موت يا اندرمان شرير. يلا يا زعرور لازم احنا نشوف كل شيء. اي قتلني. هيني انا قتلته، لازم احط بداخل الصناديق، لكن للاسف ما معي خشب، واحنا بهذه الحاله راح نكسر الاخشاب اللي موجوده هون. زي هيك يا سلام على اللي بعده، رائع رائع. ايوه لازم نسوي شجره، يعني هيك مزرعه شجر. نعم اصلا هذا اللي انا كنت بدي اسويه، مزرعه شجر. هي هون حط البذور، خلينا نكسر. اوه معي سكتتش انا. هاي ركز زعرور ركز. طيب شو كنت اسوي انا؟ مش متذكر. هاي صرت ناسي. يلا كبر المنطقه، بدي احط صناديق كمان يا كركور. طيب ماشي يلا 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 خلينا احلل هذول. ويلا واحد اثنين هاي ثلاثة وهي أربعة. هيني أنا الآن رح أسوي صندوقين كبار مثل ما انت شايفين، نحط فيهم كل الممتلكات. إحنا رح نصير نضبط المنطقة هاي كويس كتير كتير. 100% يلا خليني أنا أوسع المنطقة هاي، دا أسويها منطقة كبيرة نزرع فيها الأشجار وناخذ من عندها إيش كركور؟ الشجر الخشب. نعم ناخذ منها الاخشاب. هاي هون هاي هون يا سلام. ساعدني. يلا هيني انا رح اجي ورح اساعدك كركور. ساعدني هاي كسرت وحدي. يا سلام اكسر هاي وهاي. هني بوصل دجاجة، خلينا نشوف نقتلها. بام خشب. شكلي لقيت فكرة. كيفك معاك البيكاكس هذا؟ بيطلع لك بلوك الطبيعية. نعم بيطلع لك بلوك الطبيعية. واو جد واو. هيك كركور بتعرف شو بدي اسويه؟ ايش بدي اسوي انا في هذا الخط؟ بدي احط كله لك بلوكات واجرب اكسرهم واحدة واحدة اشوف حظي. اوه طيب ماشي. يلا اليوم لازم نسوي احنا اشياء جدا أسطورية. ماشي ماشي يا دودو، يلا نبدأ أول إشي مع هاي. لا 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 هيك بموت، عشان هيك بضع أنا هاي البلوكات وبعديها بنزل شوي شوي. هيك خلينا أكسر هاي، ما في إشي. جاست يا ماما يا لهوي. آي وذر 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 يا حبيبي. يا ها لازم إني أقتله، لازم إني أرجع أضربه. يا سلام رجعت وطلقت عليه القذيفة تبعته. ياي يلا زعرور يلا. يلا يا كركور ايه بطلت قادر اني اتحرك، خليني البس هذا البوت. واي كمان يا سلام يا سلام. يلا كمل حظي رائع. بس انا تكسرت الارض فيي ووقعت. هاي دودو كركور بسرعة. هاي
ناموا ناموا يا شباب، الدنيا صارت ليل. قبل ما يطلع الزومبي، قبل ما يطلع الزومبي. نعم اين انا الدنامة؟ استنوني استنوني، اين انا جاي؟ اوه يلا تعال بسرعة، خلينا احط هذول لو جاي دودو زيك، كل هذول الاشياء. هين انا نمت. يا سلام، يلا يا دودو تصبح على خير. نم 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 نم. هاي هاي لا تشخور. هاي انا سقطت. لا تشخور مرات الجاي. طيب طيب ماشي، يلا يلا. نحن مسقط الزومبي. اه والله منيح. اهرب انت الهرب. اي طلعوا ايش معاه؟ هذا كركور معاه اشياء مش طبيعية. هاي ستوب، خلاص هيك احنا بنكون جمعنا كتير من البلوكات يا زعرور، فعشان هيك بدي اسوي منزل انا الان. طيب خذ اي بلوكات زبط الوضع. نعم سوي منزل، جمعنا كتير كتير احنا بلوكات، الان كركور بسوي منزل، وانا بدي اخذ كل اشي قوي، بدي اخذ دروع مش طبيعية زي هذا وهذا وهذا. اين اخذت هذول الاشياء؟ خليني اخذ خشب، وكمان بدي اخذ ايش كمان؟ اعطيني هذا وهذا، وبدي بنطال، بدي فقط بنطال يا ربوني في. يا سلام شوفوا درع كامل متكامل من النذر، ما بعرف شو اسمه. هاي يلا ايوه يا زعرور، فرجينا حماسك، فرجينا قوتك يا غالي. طيب ماشي كركور، خليني اخذ خشب، وايش لازم اخذ؟ طعام، اعطيني تفاح. نعم يلا بدي اسوي المنزل انا هون. سوي، واني انا رايح على الجزيرة اللي وصل لها دودو. نعم يلا تعال، شوف شوفي عندي، انا عندي اشياء كتير. هاي سويت لك درج، بدي اسوي لك درج. يلا يي هاي في هون صوف مش طبيعي. يلا نكسر البلوكات. يلا بدي اكسر واحد واحد. ماشي طيب. خد خد يلا خد يا دودو، خد البس. شكرا. يلا على اللي بعده. يا سلام على اللي بعده، روعة. ايوه زيك، احنا بنستكشف الجزيرة بالكامل، كل اشي فيها اسطوري وخرافي. اه والله شايف، هاي قتلت الوذر بوس ولا الوذر سكيلتون. هايني قاعد باخذ. اي انتبه انتبه يا دودو انتبه. اي رعمات بدي ماي. هاي المي، روح المي. طفيت قبل ما اوصل للمي. هاي تفاح، كل تفاح. خلينا اشوف هون، هيني اكلت شكرا. العفو العفو. يلا هاي كمان، واني في بقرة لك. لا 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 لا. هاي ايش قاعد بصير؟ يلا خلاص كل اشي تحت السيطرة، خليني انزل. ما عليك، بام، هيني انا ذبحته. لا تخافوا انا موجود. يلا يلا يا زعرور فرجيني شطارتك وحلاوتك. طيب ماشي يا دودو ويا كركور، خليني اشوف ايش فيه انا بقدر استفيد منه. خليني اشيل هاي وهاي، معي اكسات كتير، احنا بنجرى داي المنطق بالكامل. نعم ما بدنا نقلع. دودو الله يرحمه، على اخر لك بلوك راح فيها. والله اسف انا يا دودو اسف. يلا خليني اخذ انا هذا البلوك، اطلع فيها، اقفز هون، اصعد اصعد اصعد. ضايل يمكن 3 أو 4 حبات لك بلوكات موجودين بداخل هذا المكان. في هون اشي. وال اوف اوف اوف، صندوق كامل من اللك بلوك. والله ولا عمري خطرت على بالي. وانا كمان، اشي جدا خطير، شو بدك تسوي؟ ابتعد يا دودو، انا الان رح افرجيك شو بدي اسوي. رح اسوي حركة جدا جدا جريئة وخطيرة. شوف شوف شوف. يلا كركور، انا رح احط كل اغراضي، بدي انا احلل الاخشاب هاي
هاي، وبدي احط بلوكتين بلوكتين بلوكتين، بدي اسوي صندوق انا زي هيك تماما، واحط في الصندوق كل اشي معاي حاليا زي ما انت شايفين. شو بدك تسوي يا مجنون؟ انت عمالك جدا جدا مجنونة. هذا ايش فيه؟ هذا كمان صندوق، خلينا نحط فيه. ايوه، وبعديها كمان بشيل انا الدروع تبعتي وبحطها هون، وبجي هون. وينهم؟ وين لك بلوكات كانوا معايا؟ شو بعرفني، يمكن هون. هيهم هيهم هيهم. يلا يلا، شكرا لانك خبرتني. شو بدك تسوي في يوم؟ الان رح اخبرك، خليني انا اقفز هون. شوف شو رح اسوي، عملية جدالة. شو هذا الغباء اللي سويته؟ جد انك غبي. لازم ارجع باسرع سرعة ممكنة، اخذ استاك وارجع. يلا. واو، هينا رجعنا احنا هون. يلا الان تحدي انا بيني وبين دودو. الان احنا معنا 60، اعطيتني 30 وانت 30، والان اصعد الى الاعلى برج عالي. بدنا نسوي ب 30 بلوكت لك بلوك. 30 بلوكت حظ 100%. هينا بسوي انا بالمنزل اذن. ايوه سوي سوي كركور. يلا يلا، بدنا نشوف مين الحظ حلو، مين اللي رح يعيش؟ انا اللي رح اعيش، ما بنعرفه. يلا خلينا اكثر الاولى. انا انا نعميت، بس شوفوا شو معاي، معاي فاير وورس وبو. يلا اللي بعده. انا يلا من الاسرع. يلا لا 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 لا، شو اللي سويته؟ لا تسألوني شو اللي سويت، حطيت بلوك. المحترفين ما بيسووها. يلا انزل انزل انزل، مين اللي راح يفوز على الثاني؟ مين؟ انا ولا دودو؟ بسرعة كسر كسر كسر. لا 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 لا. شو هذا؟ اخر واحد. لا شو هذا الحظ السيء؟ انا فزت، انا فزت عليك يا زعرور. انا ابتعد عن وجهي. والله حظك حلو انت، باخر بلوكة حظ انا اتفجرت بالتينتي، مش من التينتي الاولى اتفجرت هون، وبعدين اتفجرت في التينتي. والله شفتك شفتك يا مسكين. هي زعرور، ممكن انك تسوي لي باب؟ ابشر ابشر كركور. الان انا رح اسوي لك كركور باب، بس خليني اخذ الخشب اللي موجود هون، وخليني انا احلل الاخشاب واسوي باب لكركور. ضع لي هون. يا سلام، اي منزلنا الجديد. واو كركور، شوف قدامك عقبي انت. كركور ليش تحفر زي هيك؟ منيح انه في ميه، وين طلعت بالميه؟ نعم، انا رح اخذ هذا السرير وهذا وهذا، وبعدين رح انا اضع الاخضر هون والاحمر هون. ياي، منزل جديد، منزل رائع. بدي اكسر، يمكن يطلع لي اشياء قويه. ابتعد. يلا تكسر راسي انا، وانا والله كمان. يلا يا زعرور. زومبيز 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 زومبيز، خليني ارمي على نفس الاكس بي. احنا لسه راح نسوي كمان اشياء، وكمان وكمان. 100% اكيد راح نسوي اشياء جدا اسطورية، ساعدوني. هيني قتلت هذا، وهيني اسف. ليش ضلك تضربني وتقتلني انت؟ بقول لك بالاسف انا يا دودو، انا اسف. طيب يلا يا خلينا احنا يا زعرور نكبر هاي المنطقة، ونخليها منطقة جميلة جدا جدا جدا. طيب ماشي يا صديقي، هيني انا بوسع هذه المنطقة بالكامل. بدنا نسوي هون مزارع، احنا بدنا نسوي هذه المنطقة اجمل منطقة بالعالم. اتفجرت انا من الكريبر، واخذ الكريبر مني كل اشي.
عادي يا كركور لك بلوك بترجع لك كل اشي. هاي الجزيرة رح تكون غير، هاي الجزيرة حلوة كتير كتير رح تكون. والله عارف يلا هون زي هيك زي هيك، خلصوا البلوكات بس معاي انا خشب زيادة. اوه رائع، هينا تقريبا انتهينا زعرور. نعم اليوم تعبنا كتير، كسرنا بلوكات كتير واستفزنا. شو اللي صار؟ نايم انا نايم عشان هيك. استنى شوي خلينا اكمل هاي المنطقة بعدين من نام. نومة طويلة نومة حلوة كتير. والله يلا هاي هاي البلوكة، اعطيني كمان خشب. هوني خشب خشب خشب، يلا اخر بلوكتين، يلا هاي بلوكة هاي بلوكتين. يلا خلينا ننام، انا تعبت كتير اليوم. وانا كمان تعبت. ها ها يا سلام، هاي المنطقة رح تكون مزرعة شجر او مزرعة يعني يمكن جزر. نعم يلا ننام، تصبح على خير. نم 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 نم. ها وينك يا زعرور وينك؟ نم نم وين انا وين؟ وينو زعرور يا دودو وين؟ اكيد نايم في مكان غريب، وينك زعرور؟ ايه وين انا؟ سماء غيوم شمس اشجار. وين انا؟ هي موجود بالاحلى يا دودو. والله يكدع زعرور. هي هي انا شو كنت بسوي بالاعلى؟ اسأل نفسك يا مجنونة، شو كنت تسوي بالأعلى؟ انت مجنونة بيلة طبيلة اشي. والله انك مجنون. تذكرت انا موجودة على جزيرة البلوكة الحظ الواحدة. نعم نعم بلوكة الحظ الواحد والاسطرية. نعم احنا زي ما انت شايفين وسعنا هاي المنطقة وحطينا هاي الكمية الكبيرة جدا 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 من الاشجار. 100% كمية رائعة جدا جدا جدا. نعم هيك احنا منطور نفسنا ووصلنا احنا على هاي الجزيرة وعلى الجزيرة الثلجية. والله اشي كتير حلو، ولساتها الون بلوك لك بلوك موجودة. اي تسممت. هاي والله انه مضحك. يلا على اللي بعده لازم احنا. يا حبيبي جاست ابلع. يلا 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 عليه، يلا رد علي اذا ما استطعتم. يا سلام. لا 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 هاي دير بالك، هاي داير بالي. اي ولع الدنيا. اي 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 واحنا كمان سوينا هذا المنزل. بدي ايش اكل؟ بدي اكل انا. ليش ليش؟ لان يا كركور انا ما عندي اي قلب زيادة، بس قلبين. عيني انا اكلت التفاح. والله اشي رائع. يلا كركور يلا دودو الان زبطوا حالكو. ليش ليش؟ عشان يا كركور بدنا احنا نروح الان عند الجزيرة الجديدة هاي. وصلنا لها خلف الكواليس ورحنا في الاخشاب عليها. هاي جزيرة النذر. اوه الدنيا بدها تصير ليل كمان. يلا بسرعة، عاد تصير الدنيا ليل من ولع الفاير ووركس. واو شيء جميل، بس ما عندي دروع انا. هينا رمتلك رمتلك، خذ هينا رمينا لك كمان دروع. وكمان ايش ناخذ؟ اتوقع كفاية. يلا يا كركور يلا يا دودو، قبل ما احنا ننام لازم ندخل على هاي الجزيرة. ليتس جو. هيني انا الاول. روح يا دودو روح. ما جبت انا ما جبت سيف. عادي. زومبيز انتبهوا. والله شايف ليش لازم يكون في سيف؟ انتبهوا يا حبيبي.
كنت راح اموت. خذ يا زعرور خذ. شكرا لك عشان اعطتني السيف يا دودو. العفو العفو. يلا يلا زبط الوضع، خلينا نكسر هذول. يلا كسروا لك بلوكات، انتبهوا الان، كل اشي خطير بخطير. والله اوي بيكون. يلا لا، اتفجرت البوابة امام عيوني. لا 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 يا حبيبي، وصار طريق العودة صارت كتير كتير خطيرة. ايش بصير؟ انا موت. لا تحكيها يا كركور، هذا اشي صعب كتير. في كريبر وراي. يا حبيبي انسينا انسينا، احنا نشمح المنطقة. يا ماما يا ماما جد يا ماما. ايوه الزومبي الان هجم على السكيلتون. ايوه 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 يا لا. لا 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 يا سلام. يلا يا زعرور زبط الوضع. لا 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 ماما 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 ماما، شو هذا شو هذا؟ يلا يا السبايدر، انا على قيد الحياة، هذا اشي جميل جدا. دودو اكتشف المكان. ماشي ماشي، يلا يلا يا دودو. طيب ماشي زعرور. هيا فلينت، هينا جبنا اللي بدنا اياه. يلا حركة يا شباب، يلا نرجع نولع احنا. نعم جبت انا الولاعة هاي. بدي اكل انا هذا التفاح عشان انتبه. لا لا لا، في حدا وقع. انا انتبه يا كركور. هيني منتبه، هيني مظبط وضعي، هيني انا خايف شوية بس عادي نو بروبليم. يلا هيني انا شغلت البوابة. يلا كركور، يلا يا دودو، تعالوا ندخل على البوابة. هيني انا جاهز. وانا كمان. اذا يلا ادخلوا فيها. الله الله متحمس انا كتير. يلا واو، حين انتقلنا عالم نذر جدا جدا خطير. والله اختار انواع العوالم اللي موجودة في هذا المكان هو هون. يلا 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 يلا. هاي شو هذا دودو؟ انا قعت باللافا. شو هذا؟ شو بصير شو بصير معنا؟ شو هذا المكان كمان؟ والله انا شايف كل اشي معناه خطر بخطر، وكل اشي بصير معناه جد انه خطر. يلا يلا يلا، لازم اني انا اوصل طريق باسرع سرعة ممكنة على هذا المكان. يلا يا زعرور يا غالي. ايوه يا غالي. يلا شوف السرعة بالتوصيل. برع عالم النذر من اخطر العوالم زي ما خبرتكم يا اصدقاء، فاحنا لازم ندير بالنا حالنا 100%. اي بيجلين ولا مش عارف زم بيجمان. هاي ايوه كيف الله عليك. خد هاي هذا البوم مني انا الك. سو كيوت، شكرا لك يا صديقي. وينو البو وينو؟ يلا يلا هيا خد. شكرا. يلا الان بقدر اجيب اي وحش بعيد. ايوه يلا 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 يلا. شو هذا صعب اني اجيبه؟ قرب عليه. والله كنت رح اوقع انا قد ما انا متحمسة. يلا يلا شوفوا كيف التوصيل. يلا بسرعة. يلا يا دودو يلا يا كركور. الان في حرب قاسية. نعم من اخطر الحروب اللي موجود بالعالم. واي كمان قاست كل اشي خطير. ابام ابام، تعالوا كلكم احنا مش خايفين. لا والله مش خايفين. هاي في البو كمان بنقتل بجميع الاشكال وجميع الالوان. ايوه يا سلام، بس ما بدنا نضيع عن البداية وعن البوابة. والله خلاص. انتبهوا. يا كمان واحد لازم نقتله. اقتل اقتل يا كبير. يا سلام، هيني ذبحت لكم اياه. يلا 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 خلينا نرجع زعرور، انا خايف. يلا خلينا اكل.
يلا يا كركور، يلا يا دودو، ليتس جو ليتس جو، انا ماما هاي يا ايشي، ليتس جو ليتس جو. هاي دودو ما معي اي اشي، لكن يا اصدقاء لازم احنا نستفيد من هذا المكان. كيف كيف يا زعرور، يعني احنا بدنا نستفيد من هذا المكان؟ الان راح اخبرك كيف. بناخذ من الماجما، من هذا الكوارتز، باخذ اكس بي وباخذ كل اشي رائع. الله عليك، والله اشي كتير رائع. شايفين الماجما فيه له اكثر من حقائق. الحقيقة الاولى، اذا انت وقفت زي هيك بتتدمج. الحقيقة الثانية، اذا بتنزل زي هيك بتبطل تتدمج. اوه بتبطل تتأذى يعني؟ نعم بتبطل تتأذى. يلا خلينا نكمل احنا الان، ونطلع وندخل في هاي البوابة. يلا الى اللقاء. يلا انا بدي ادخل في هاي البوابة. الى اللقاء يا نادر. شو هذا المكان؟ يلا وي، احنا عالقين، اطلع وين حطونا. خد يا غالي هاي الامبر بير. والله يا كركور ايش خطير، شكلي راح اوقع بمكان سيء. لا انا وقعت بالمكان الصحيح، بس والله العظيم من اخطر الايام طلعوا البقراي، بقرة اللكي بلاكو كمان، في زومبي هجمين الاول الثاني والثالث. ايش هاي الليلة الصعبة كتير، والله من اصعب الليالي. انتبه يا دودو اين انا قادم. شفت دودو هو بموت، والله انك مسكين يا دودو. يلا لازم ننام احنا. يلا انا بدخل بدي انام، والله تعبت كتير، عيني شمعت، انا المنطقة زعرور. شكرا شكرا يا دودو. يلا خليني انا بدي انام، وينك كركور؟ يلا يلا بالطريق يا غالي بالطريق. اسلخك با لا ياي بزعل منك. يلا يلا طيب يلا حرك حرك حرك، ادخل بسرعة. يلا نم 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 نم. كركور صوت صوتك. صباح الخير. صباح 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 الخير، جميل هذا الصباح. نعم جميل، مين والناس نايمين؟ والله من اخطر الصباحات بالعالم. ها زيك دين ذبحت انا هذا الشرير اللي هو السبايدر. هي باقي الجزيرة واحدة، هي جزيرة الصحراء. نعم هيا اخاطر ولا لا؟ انا ملك المخاطرة، لكن والله شكلي رح اموت. خلينا اضرب واحدة بالسماء هيوة زي هيك، لاني حاس حالي ايش رح يصير فيي، رح اوقع باخرة الدنيا، واضني انا اكسر براس حالي. هاي لسه ما وصلت، خلينا ارميها. ايوه ارميها 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 يا زعرورة. هيني رميت واحدة تانية، اتأكد من الوضع هيك عشان اتأكد انا من الوضع. خلاص ما بتوصل. نعم يلا هاي اتنين البقر. هاي زعرورة والله العظيم اليوم احنا واجهنا اخطر الوحوش اللي موجودين بالعالم. بعرف يا كركور انا بعرف، مفكرني ما بعرف. يلا 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 حط لي الادوات هاي هون. يا سلام انا بظن اموت يا زعرور والله العظيم. هذول حبسوني لكن مش عارفين اني انا بستفيد من هذول الاسيجة. نعم انتبهوا، في هون اندرمان، اندرمان بيقتل. طيب يا شباب ماشي، بتعرفوا بالنهاية. لا 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 ما صارش اشي، بس انا طرت لاخر السماء. كركور انتبه، خذ لك يا قتلت لك اياه. شكرا. يا حبيبي ما معي. اني ذبحته. الله عليك. يلا خليني اشوف الوضع هون. هي لازم احنا نسوي مزارع. نعم والله لازم، خلينا اطلع. هي نعم لازم نسوي مزارع احنا، خلينا اسوي زيك كركور. نعم نعم. هي كسر الاشجار
اشجار، جمع خشب. طيب طيب ماشي، عشان انا بدي اضع في هذا المكان، احكي لكم ايش ايش بدي اسوي مزارع انا الان، واسويها اقوى مزارع بالعالم. الله عليك يا فخر العالم، والله يا زعرورة انا فرحان كتير كتير. وانا كمان يا كركور، لانه بيصير عنا مزرعة خنفشارية. يلا يلا 100%، خليني انا اكسر هاي الخشبة بسرعة بسرعة بسرعة، مثل هيك، جميل جدا. شو بدك تسوي الان يا زعرور؟ كمان بدي اسوي مزرعة بسيطة بالبداية، بس خليني اخذ كمان خشبة. كركور طلعت خشبة، يلا يلا هي بكسر يا غالي. يلا طيب خليني انا اكمل، بس هون في وقعة، فخليني اضبط المكان هون زي هيك. يا سلام يا سلم لم، يا سلام يا سلم لم. يلا يا دودو انا مت وراح كل اغراضي. والله بعرف، والله انك مسكينة. يلا الان بدي اجي اخد الديرت، وين في تراب؟ تراب، خليني ادور على تراب. بس حب 9 حبات، انا معايا زعرور، معايا اذا بدك. نعم والله بدي يا كركور، او يمكن ما بدي. خليني انا الان اشوف، شوف رد لي خبر بسرعة. يا الله الاولى، اي تانية يمكن ما بدي يا كركور. طيب ماشي، لا بدي، جبلي ديرت. طيب تراب، ماشي يا الله، نعم تراب. يلا ايوه، هيني بحط انا مية عشان نظبط المكان. لا 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 لا، هيك كركور شو بتسوي؟ قاعد بركز بحبة التراب عشان اعطيك تراب تراب تراب. ياي، شكرا على التراب الرائع والجميل. يلا خلينا اكمل، خلينا اضني داعس. يا سلام، يلا اصدقاء، يلا شو نسوي؟ يلا يا دودو انا راح اسوي هاي الحركة وهاي الحركة. اي 1 2 3، جميل. اي 1 2 3، رائع. بدي احصد المنطقة. انا زرعت وحصدت وكسرت كل الخشب، تفضل. شكرا. يلا يلا بدي احط انا قمح، هون قمح صغير. طيب يلا، واذا بدك بروح بجيب انا من هذاك المكان. لا لا لا، معي انا بذور القمح، خد. شكرا شكرا يا كركور. ياي، اشي رائع. هيني زرعت هذول البذور. قاعدين احنا منطور شوي. نعم منطور شوي. والله اشي رائع، كله راح نسويه من حبة ايش؟ لك بلوك 100%. يلا الان لازم اجي انا هون اخذ جميع الاشجار اللي موجودة هون، خلينا اكسر هذول. ايوه يا زعرور، خدهم وظبط وضعك وتكتك حالك وكيف. يلا خد كمان هي هذا العظم من السكيلتون. يلا خليني انا اضبط هاي المنطقة عشان ايش؟ عشان اسوي بون ميل وازرع الشجر، وكمان ازيد نمو القمح. لا 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 لا، اليوم والله تعبنا كتير. والله وانا تعبت كتير، خلص لازم نستريح. نعم خلاص، زيك كفاية. اكتبوا لنا بالفيديوهات القادمة احنا شو بدنا نسوي اليوم، كان في مغامرات كتير اسطورية. والله يلا خلي هسه لك كلمة، انا زعرور وانا الان مستخبئ في مزرعتنا القمح الجديدة والرائعة كليا. هاي المزرعة انا بحبها كتير، وانا مستخبئ فيها. كركور ودودو بدوروا علي، وينو هذا وين مستخبئ يعني؟ هو الان هو دائما بينام باماكن غبية وغريبة زيه. وينو هاي زعرور وينك زعرور؟ هاي زعرور وينك يا زعرور؟ هذا اكيد نايم ومش عارف وين هو نايم.
ياما، والله اني مجنونة. انا مش عارف انت اللي وصلت هاي الطريق يا كركور. لا والله مش انا، اكيد زعرور مش هون. حرك حرك طيب. اوه خليني ادور انا هون، خليني احصد انا هذه المزرعة زيك. وينه وينه وينه؟ يلا يلا شوف هاي الحركة. ايش هذا؟ خربت المزرعة منك. ولك شو بتسوي انت هون؟ حبيت اني اسوي فيكم مقلب. خوفتنا يا زعرور، انت خوفتنا كتير. والله خوفتنا انت كتير 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 انت يا زعرور. يلا عاد يا اصدقاء، شوفوا 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 اللي ما بيعرف مين احنا ومين يعني وشو بنسوي احنا هون. احنا اول ما اجينا على بلوكت لك بلوك واحدة، ضلينا نكسر آية، وضل يجينا اشياء زيك، وتعذبنا وتألمنا، وبعدين سوينا احنا البلوك الواحدة جزيرة كبيرة جدا زي ما انت شايفين. شو هذا؟ شايفين ليش احنا واضعين الابسيدان هنا؟ عشان المواقف. نعم، واحنا عايشين الان في هاي الجزيرة، واليوم رح يكون في عنا شغل مش طبيعي، عمل شاق جدا جدا جدا. 100%. وكمان رتبنا احنا هاي المنطقة. نعم، شلنا الصناديق من هون، وسعنا هذه المنطقة. اليوم في عنا عمل مش طبيعي. اطلع كركور، انا سويت من هاي المزرعة خبز. بدي خبز، انا بدي خبز، بدي 10 خبزات. طيب هاي 10 خبزات، انا بدي 20 خبزة. طيب خد هاي 20 خبزة. يا سلام خدام، باي باي. هاي حرامي. يلا يلا ذولا صاروا لي. اعطيني يام، اعطيني يام. يلا حرب زعرور، شوف ابلع. اي دوري انا، تعالون تعالون ابلع. لا لا لا، انت غبي شي غبي، هينا متنا احنا التنين. يلا عادي عادي عادي. يلا كركور، يلا دودو، خلص ما بدنا احنا الان انه نضيع وقت، لازم اليوم نسوي شغلات كتير. سوينا الروف، اهم اشي انا الان اكمل الروف. نعم زبطنا المنطقة بالداخل. نعم صحيح، زبطنا المنطقة بالداخل، وضعنا كل اشي بمحله، زي هذولا البلوكات، هذولا الادوات، هذولا الاورات، وهذولا الباكيتات والفلنتات، وكمان هون الزوائدات، وكمان هون الاخشاب، بون ميل، اشياء زراعة، واني الممتلكات تبعتي. شايفين ما احلام بجنن كتير كتير كتير. نعم نعم، خلينا البس دروعي، واين فرجناك كل اشي سويته انا ودودو كركور، احنا الثلاثة الاصدقاء. 100%، احنا مستمتعين كتير كتير، بس انت لو تموت يا زعرور. ايش؟ اي اي يا كلب بمزح. خلاص خلاص كركور، يلا زي ما قلنا ما بدنا نضيعك. طلعوا الكريبر، وين تفجر؟ كيف كيف هذا قبل قليل؟ شو اللي صار؟ شو بعرفني كيف اكد في حبتي انت متفجرة هون؟ بكره انا العمل هذا، وانا كمان والله العظيم. في رعد، انحرقت الجزيرة. لا لا طفوها طفوها يا عالم طفوها. شو هذا؟ شو بصير؟ شو بعرفني شو بصير؟ شو بعرفني شو بصير؟ خليني اسوي انا هاي المنطقة، اسوي الروف. هيني بدي اظبط معاك يا زعور. جيب لي بكاكس، جيب لي اكس اكس يا كركور. طيب طيب ماشي، يلا خليني اسوي انا
انا زي هيك هيني سويت تقريبا انا ربع الرواف. خليني اجي انا على هاي المنطقة واسوي انا تكملة الرواف زي ما انت شايفين. رائع رائع رائع. اي سقاط. هاي زعرورة هيني جيت. اكسر السالساند. يلا يلا وينه. هيا 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 بدي اكسره بدي اكسره. نعم اكسره. اليوم عنا عمل ليوم العمالة. عنا شغل كتير كبير. نعم يلا خليني انا اخذ الاكس اللي جاب لي اياه صديقي كركور الغالي. شفتوا كيف بتكسر بسرعة؟ اكيد تكسر بسرعة اكيد. يعني بدي اضرب مشوار. هاي يا زلمة دير بالك حالك. والله لازم. يلا هاي كمان استاكين من الستيرز. ياي نعم نعم. يلا خليني انا اجي هون. كركور اطلع ساعدني اطلع. يلا يا غالي دقيقة وبكون انا عندك. وانا بدك مساعدتي. نعم انت كمان. اكسر هذه الخشبة وخليني انا اسوي هاي الحركة جميلة. هاي هذا زي الدرج وهيك نسوي ديكورات للمنزل. المنزل هذا شكله كتير كتير جميل واسطوري. والله والله انا كمان هيك بحكي حلو كتير. اليوم عنا شغل كبير كتير. اليوم احنا بدنا نكيف. والله لازم 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 نكيف. ايوه زي هيك وزي هيك وبعديها زي هيك وزي هيك وهيك بنكون سوينا الرواف. كركور قلت لك تسوي البطيخ هذا. ما كنتش مركز انا اسف. والله انك غبي. لا تحكي عني غبي. اكسر هاي. يلا يلا يلا. شكلي سويت خطأ. نعم سويت خطأ اسف. ارجع سويها يلا. طيب خليني اكسر هاي. شوفوا شوفوا ترارارا هذا. اوي طلعوا هذا المجنون. هينا سوينا ديكورات المنزل. يلا يا اصدقاء يلا انا وانتو الان لازم نستكشف الجزيرة الرابعة والاخيرة. يلا يلا نعم. يلا خلينا احنا الان ننطلق مع بعض احنا الثلاثة. يلا يلا انا وراك يا زعرور. ويني قدامك انا يا زعرور. بس متوتر انا كنت راح اسقط اكتر من مرة. دير بالك على حالك. انتبهوا هاي خنزير لك بلاك. اوه دايموند. اي شو هذا؟ ديروا بالكو في زومبيز. لا تخاف. اي اسف بعد عن وجهي. هيني ذبحته. هيك ايش هذا؟ والله اشي مرعب. بليز زي هيك. اي شو هذا المكان اللي وقعت فيه؟ ايش هذا المكان؟ خليني اضربه. اضرب 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 اضرب. شو هذا؟ والله ايش خطير. هيني قتلته. اي ايش دودو مات دودو مات دودو مات. شو هذا؟ عشقة مش طبيعية. واي جاست كمان. يلا لازم نحاول اكسر كل اللك بلوكات اللي موجودة هون. طلعوا في بليز بالاعلى كمان. لازم اني اقتله وكمان زومبيز. هيني قتلت كل الاعداء. خلينا اقتل هذولا وخلينا اكسر اللك بلوكات. اقتل الخنازير اللك بلوك. الاندرمان اللك بلوك. والبليز اللك بلوك. الله عليك. والزومبي كمان. واو والله صنعت التاريخ وكسرت كل اللك بلوكات 100%. في اشياء مهمة. هيني بشوف اذا في اشياء مهمة. هاي دايموند بدي دايموند. خلينا اخذ الدايموند. اخذت الدايموند. خلاص اتوقع زي هيك كفاية كفاية. يلا اصعد اصعد. هيني بدارك يا غالي. هيني معاك. ايوة ايوة يا كركور يلا معاي. خلصنا. اوه الدنيا ليل. نعم انا خايف كتير. وانا انتبهوا بام. هاي الزومبي الاول. سامع سامع كيف صار.
هاي. اسف الله لا يوفقك قتلتني. والله اني اسف، والله اني اسف كركور، بالسيف قتلتك. نعم بالسيف. هيني انا بدي اسوي زي هيك، خليني انا اركز. هاي هاي بوابة الاند. ايش زي ما انت سامعين، بوابة الاند، هذه البوابة رح ندخلها اذا انتو يا متابعين الاساطير وصلتوا هاي القناة 900,000 مشترك. لا كتير كتير، الكل لازم الان يشترك، بس مش 900,000. خلاص الكل الان يشترك في هاي القناة. عشان ايش يا اصدقائي يا دودو؟ عشان احنا ندخل في هاي البوابة بالحلقة الاخيرة. 100% 100%. أين أكلت التفاحة؟ هذه البوابة فيها تحديات جدا 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 أسطورية، رح ندخل إحنا. لا 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 لا. رجعت مكاني. شفت كيف؟ لازم فقط أنا أدخل أول إشي، بعديها كركور، وبعديها دودو. نعم 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 يا حبيبي. يلا يلا زعرور خلينا نكمل. يلا يلا. والله اني انا متوتر يا زعرور كتير. وانا كمان يا كركور، خلاص اتأخر الوقت كتير. شو هذا المخلوق؟ اذبح واقتله، بدناش اياه. يلا تعالوا معي يا اصدقاء، اخر بلاك بلاك. تارارارا ياي. لازم احنا ننام. نعم دير بالك تسقط بس. يلا يلا لا تخاف انا ما بسقط. ابتعد يا دودو انا اسرع منك. طلعوا كمية الوحوش، انسينا نشمع المنطقة. ادخلوا ادخلوا. هاي ناموا. يلا 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 سكر ونام. صباح الخير صباح الخير. يا سلام، خليني انا اضع هذول الادوات. هيوني في سيف، وكمان هي في هوني معي انا دروع، تقريبا درع كامل. هيني وضعته انا هون، بدي احط الاشياء الباقي هون. هاي ضليتني ارتب فيهم 50 سنة، ليش تخرب زي هيك كركر؟ انا اسف انا اسف. انت كلب مش اسف. هي خلاص كركور شو بتسوي؟ قاعد باخذ اللك بلوك. هاي يلا، قلت لكم اليوم انه علينا شغل كثير صح؟ نعم علينا شغل كثير كثير كثير. خليني انا اسوي زي هيك، اضع هاي هون. كركور حاول تجيب لي حبال ليد. ابشر يا غالي ابشر، لانه انا بدي افتح هذا الصندوق، اطول هذول البلوكات. بدك انت حبال ليدية؟ نعم بدي انا ليد. هاي معي خشب. يلا يلا يا صديقي خد، 1 2 3، معي 10. اعطيني الـ10. يا سلام. واو هاي 3، هاي 7، هاي 8، هاي 9، هاي 10. ياي يلا كم بلوك هاي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا هي كركور، هي دودو، تعال ساعديني تساعدوني. هاي 2 3 4 5 6 7 8 9، هاي 10. زي ما انت شايفين تركيز مش طبيعي. نعم شايف والله انه اشي حلو كتير زي هيك. لا خطأ. طيب ماشي. اسف والله اسف. يلا عادي خليني اكسر انا هاي زي هيك. يلا يا كركور حط التراب، او اقول لك انا بحط التراب. يلا يلا نعم حط حط التراب. هاي الاولى. لا خطأ كركور خطأ مش هيك. خلص خلينا اشيله، خلينا اشيله كلياته. نعم درت عادي يا كركور، وبعدين بنحصده، وبعدين نكيف معاه كتير كتير كتير. طيب طيب خليني انا اشوف الوضع هون. يلا كمان مزرعة واحد، هي عديت واحد. يلا خشبة، خشبتين، 3 4 5 6 7 8، هي 9. بالضبط بالضبط بالضبط،
10. يي بتحكي ولك انت كلب. لا تحكي عني كلب، لا تحكي عني كلب، انت واحد كلب. جد انك انت واحد قليل ادب. طيب زي ما بدك، انا قليل ادب قليل ادب. يلا يلا خلينا نشوف الوضع هون. كبر كبر كبر، هاي سوينا 3 مزارع، ويمكن انتو اذا فرجتونا دعينا نسوي 4 مزارع، 5 مليون مزرعة. ياي نعم، يلا لازم نحصد ولازم نزرع. 100% يا اصدقاء، هيني بدي اسوي انا مزارع حيوانات، حدائق حيوانات. نعم نعم، بدي اسوي حديقة حيوانات هون، جميلة ورائعة جدا جدا جدا. طيب ماشي، اعطيني انا هذول، خلينا بدي احصد المنطقة. نعم يلا حط كمان مية يا دودو. طيب ماشي، يلا يلا يلا، هيني بحصد بحصد بحصد، ضابط الوضع ومكيف انا كتير 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 على هذه الزراعة وحصيد. بدنا نزرع احنا في هذه الحديقة جزر. طيب بالحديقة الثانية بطاطا، انا بحب البطاطا. وانا كمان، يلا انكسر اول واحد، خلينا اسوي ثاني واحد، زي هيك زي هيك زي هيك زي هيك. يلا يا دودو اشتغل. طيب ماشي ماشي، يلا يلا بدي اجيب مي. نعم جيب مي وظبط المية، وخليني انا اركض 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 بسرعة واخذ البطاطا. وين المزروعات؟ هاي المزروعات، هاي بطاطا وهي جزر. يا سلام، اليوم انجزنا، رحنا على الجزيرة واستمتعنا كتير كتير كتير. يلا يلا، نعم والله يا كركور استمتعنا. خليني اكل شوية جزر لذيذ. هاي لا تاكل، ازرع اول ازرع. نعم ازرع اول. طيب ماشي يا اصدقاء، شو سويت انا؟ هيني انا زرعت هاي المنطقة بالكامل بالكامل، خم نم 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 نم. لذيذ لذيذ، يلا يلا عل. لا جزر هون هون بطاطا. نعم ركز ركز، يلا بدي اخليهم طوال، بدي اجيب هاي البون ميل واني بخليهم طوال. ياي والله اشي جميل. يلا خليني اضبط هون الارضية، خليني ازرع بطاطا بطاطا، حليب البطاطا. شو حليب البطاطا هذا زعرور؟ ما بعرف يا كركور، المهم اني انا بحب اني احكي. ياي يلا ايش نحط هون؟ بدنا نحط هون خراف اللاكي بلوك، وبقر اللاكي بلوك، ودجاج اللاكي بلوك. 100% انا بعرف في بداخل هاي جزيرة احصنة. طلعون في حصان، في بقر، في دجاج، في خنازير، كلياتهم لك بلوكيين. الفيديو القادم احنا رح نجيب هذول الحيوانات ونضعهم في حديقة الحيوانات. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات ايش نسوي في الفيديوهات القادمة، لان احنا متحمسين كتير كتير كتير. 100% انا تعبت، سوينا كل اشي، سوينا حديقة الحيوانات تقريبا، ضايل الحيوانات، مزرعة البطاطا، مزرعة الجزر والقمح، رحنا على الجزيرة وسوينا الروف وسوينا كل اشي. 100% خلاص انا بدي اخذ القيلولة الان. وانا كمان، وانا وانا كمان، بس قبل القيلولة لازم احنا نحصد المزرعة تبعت الشجر. يلا يلا، نعم معك اكس قوي انت صح؟ نعم معي فأس قوي جدا جدا جدا. هيني انا بكسر 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 وبظبط الوضع. واو مزرعة الشجر حلوة كتير، وبتعطينا خشب، كمية خشب كبيرة جدا. نعم، وفي هون عنا كمان خلية نحل، هاي الخلية بتعطينا عسل لذيذ جدا جدا جدا. نعم يلا خلينا اكسر هاي هاي هاي، فرر روعة، اشي جميل. انتبهوا انتبهوا انكم توقعوا، هيني رجعتها. ممتاز ممتاز ممتاز، مرحبا، ايش يا رائع، 100%، ويلا وقت الاسترخاء. نم 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 نم.
نم 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 هاي هاي هذا هو الخروف. ايه وين انا؟ ايش هذا المكان؟ هاي الان بحكي غيوم سماء. هاي هاي هذا هو البقرة موجود فيه حضيرة البقر. نعم نعم. هاي خلاص يعني الواحد ما بده يعرف ينام في هاي الجزيرة، جزيرة الون بلوك لك بلوك. انت زعرور طلع وين نايم؟ نايم في حضيرة الحيوانات. يلا علينا شغل كتير كتير، حرك حرك. والله علينا شغل كتير كتير. اللي ما بيعرف احنا شو بنسوي، احنا رسبلنا في هذا البلوك، وهذا البلوك عبارة عن لك بلوك. نعم مكسرها، مرة بيطلع لنا كبلستون، مرة بتطلع لنا بقرة. ياي يلا نحط البقرة في مكانها. يلا بدنا نحاول. والله لازم نحاول، بس خليني اسوي انا هون شوية ديكوريشن. زيك زيك وزيك وزيك. سلام. هاي البقرة مش راضية ترد علي. يلا زيك، يلا يا بقرة يا جننين. لا سقطت البقرة. شو هذا؟ حاسك انك بتدوخ. والله انا دوخت. خلاص مش طالع معاي اي اشي مفيد. اطلع هذا البيجلين ولا مش عارف شو اسمه، اقتلوه دمروه. الان انا عندي مهمة، الان رح اخبركم ايش هي. بس خليني اضع هاي هون والتي ان تي والشغلات هون، المهم انه كركور ودودو ما يشوفوني بحط الاشياء في المكان الخاطئ. هي يا ده جنني بتضربني، ساعدوني. الان رح اساعدك. هاي ابلع هذا البيجلين، هبلني هبل. يلا بام قتلت لكم اياه. يا سلام عليك. يلا اليوم عندنا مهام كتير كتير كتير. اليوم هذا بننتظره من زمان. اول اشي بدي اعبي الحضائر، احط انا حيوانات، خراف بقر ودجاج وكل الحيوانات. يا سلام، بجي عند الصندوق تبعي وباخد كل المعدات مثل هيك تماما. بلبس الخوذة، شستبليت، البوتس والبنطال، وباخد السيف رقم واحد، وهذا هيك وهذا هيك وهذا هيك. اليوم رح نقتل التنين يا زعرور. نعم يا كركور. يا سلام لام. وبعديها باخد انا هذه الاحبال. اين اخدت الاحبال؟ ايه كركور ايه دودو، الان جايب لكم انا اشي رائع كثير. يلا اين مستناك في جزيرتنا. يا سلام، ماشي يا كركور. الان معي هاي الحبال، هاي راح تساعدني في اخذ جميع الحيوانات اللي موجودين في هاي الجزيرة، يعني زي هذا الخروف هيني بسحب فيه. خليني في حصن، باخذ حصن كمان، خليني اخذ حصن، خراف كمان خراف. يلا والله شيء جميل. اطلعوا هذا الخروف كيف لونه غريب جدا. هي كركور هي دودو يا حبيبي. شوي لا سقطوا اثنين يعني حيوانين. خليني حرك. زعرور شو جبت لنا؟ نعم انتبهوا في زومبي بالخارج. هيني دمرتهم، هيني ربطتهم انا في هذا المكان. خليني اخذ انا هذا الحبل زي هيك، حاولوا تدخلوهم بمكانهم المعين. طيب ما عليك يا غالي، راح ندخلهم بالمكان المخصص بهم. ايوه. واي حبال اذا بتكون مثلكم؟ ثلاث حبال. نعم يلا بدي اجيب كمان حيوانات، بدنا نعبي الحضائر. طلعوا هذا الحصان وين؟ عالق هذا المسكين. يلا عادي مش مشكلة. يلا خليني انا بدي اضلني رايح، في معاي انا 10 حبال. هذول 10 حبال رح اخذ فيهم دجاج. اعطوني هاي الدجاج الجميلة جدا، وهي البقرة، وفيهم حيوانات، وهذا البقرة وهذه الخروف. واعطيني كمان بقرة، كمان دجاج. يا سلام، خلاص
أتوقع زي كده كثير من الحيوانات أنا أخذت. نعم أعطيني هاي البقرة وهذا الخروف ويلا يلا توت توت تعالوا تعالوا توت توت. يلا نعم جيب لنا يوم يا زحرور هذول الحيوانات خلينا نعبي الحظيرة ونطعميهم ونشربهم ونخليهم يكيفوا. طيب ماشي بس استنوا شوية خلينا أسوي زيك ويلا خليني أنا الآن أجذبهم. يلا بسرعة بسرعة زحرور صار فيه وحوش. يلا ماشي يا دودو هيني بحاول. يا حبيبي هي في دجاجة سقطت كمان دجاجة كمان واحدة. انتبه يا زحرور انتبه. يلا هيني منتبه ضايل دجاجة واحدة لازم اني اركز في الجذب هذول الحيوانات. هيني موجود بالنص جبت 5 حيوانات. يلا 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 يا رب الناس حبهم بكل هدوء. هاي كمان خروف يا سلام ما وضعتوهم مش عارفين كيف. يلا يلا خلينا ندخل زيك 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 ممتاز ممتاز يا سلام. والله يا سلام يلا خلينا نسكر الباب. ياي خلاص اعطوني كل الحبال هيني بخليهم ياكلوا. انا كسر اكسر يا كلب بهربوا الان. انا اسف ما تعيد يا كركور. طيب طيب ماشي ماشي. يلا هاي احنا حطينا الحيوانات هوني. نعم نعم يلا في دجاج بالاسفل يا مساكين. هي لازم احنا ننام. يلا بعد ما احصد انا هذه المزروعات. يلا يلا هي يا رب تطلع دجاج يا رب تطلع دجاج. واو على الحظ جميل. يلا ننام يا شباب. يلا خليني بس بدي اكل انا جائع. شو في طعام عشان اكله كركور في طعام. نعم خلاص هي في تفاح وفي جزر خليني اكل انا التفاح. يلا كركور خلينا ننام انا نعست كتير ورانا شغلات كثير. يلا قاعد بطعم الحيوانات قولوا كولوا يا حيوانات اطلع كيف البقر الصغير والخراف الصغار وكمان في دجاج. الله لا والله اشي جميل كتير كتير كتير. اه والله يلا خلينا ننام خلينا ننام. يلا تعال تعال وي معي اندر بير. يلا تصبح على خير. نم نم نم. هاي انت ما عرفت انام منك بضلك تشخر بالليل. خلاص هذا اللي اجاك شو دخلني انا. خليني ارفع هذول زي هيك معي تفاح. هي يا شباب. نعم نعم يا زعرور خلينا ندخل هاي الدجاجة. لا مش هون مش هون هوني حضيرة حضار الدجاجة يا دودو. طيب ماشي خليني اخذ انا هذا الحبل. وين في دجاج وين في دجاجة في اشي هون في دجاج هون والله في دجاجة واحدة فأنا رح أسوي هذه الحركة أسحب الدجاجة. اطلعي اطلعي يا حبيبي بعد بعد يا غبي بعد. أسف أيوه زيك دايني أنا سحبت الدجاجة ورح أضعها أنا في هذه الحظيرة. يلا يلا يا دجاجة اطلعوا كيف الصوص بيلحق أمه يعني أنا بقرر وين الصوص بده يروح يعني هاي أمه وهيني بسحبها. هاي فيوني بذور انا بسحبه بالبذور. طيب ماشي كركور كنت اسوي انا اختبار. ياي هيني بطعميهم الحلوين الصيصان اللك بلوكيين. نعم يلا اطلع يا كركور. يلا 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 بسرعة اطلع. هيني انا طلعت. يا سلام بام. يلا يا اصدقاء خلاص اقتربت النهاية لازم تزبطوا وضعكوا. انا ما معي دروع. يا حبيبي ما معاه دروع هذا يا كركور لازم نطلع له دروع. والله لازم خلينا ندور هوني ما في دروع ما في دروع ما في دروع. والله اني انا مستغرب والله مستغرب كتير. لا لا تستغرب يلا زي هيك. لا 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 ايوه زي هيك هينا لقيت لك بوتس. عندي بوتس. يلا عادي 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 يلا بسرعه 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 بسرعه. لا 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 لا, لا, لا بعد دودو راب يا ماما بتفجر الجزيرة إذا هذول تفجروا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي والله بتتفجر الجزيرة كلياتها هذول تشارج كريبر.
شو قصدك؟ قصدي واضح وصريح، انتبهوا. طلع وين هذا راح؟ خد خد يا دودو خد، هي هذا وهذا، يلا خد. شكرا. يلا يلا لازم احنا نركز. يلا يا شباب خليني ارمي انا الاشياء اللي ما بدي بدي اياها الاندر بيرل، خليني ارمي هذول اضعهم بالصناديق. هاي ذبحوني ساعدوني، هاني بساعد فيك. خلاص يلا علي بعده علي بعده علي بعده. ايش هذا ايش هذا ايش هذا؟ والله الوضع سيء جدا جدا جدا. اوه والله شايف، خليني انا اسوي زيك، خليني ارمي اندر بيرل زيك دو اني بكون دخلت على المنزل. نعم نعم، وبدي احط الاشياء هون، انا مش مصدق اخلص، بدي اروح على التنين واقتله قتل. نعم يلا خليني اشوف وين في تفاح، وين التفاح وضعته انا يا التفاح، خليني اكل زيك. يا ويلي يا دول اندرمان دم يقتلوني. انتبه طيب، يلا 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 بدنا شست بليت لدودو. اه والله بدنا شست بليت لدودو يا حبيبي. كفيش شست بليتات، لا 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 موت يا قاست، موت يا شرير، موت يا غبي. ايوه اقتلوه. هي يلا يا كركور خذ، شوف اذا في شست بليت او بنطال. طيب ماشي. تفجر تفجر هذا المكان، منيع انه تحتي اوبسيديان، الاوبسيديان بتمنع من التفجيرات. هربت الدجاجة هربت الدجاجة. اوه شو هذا، والله اشي سيء كثير كثير الوضع. لا 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 اهرب يا شباب، شكلها النهاية، انا محول. شو صار؟ خلاص ما بدنا دودو يلبس. والله ما بدنا دودو يلبس، انا بدي البس. اسكت ولا كلمة، ما بدنا نخليك تلبس، خلينا اضبط وضعي انا، خليني اشوف هذا اقوى لا هذا اقوى، خليني انا اضع هذول كلياتهم. هاي هذا الصندوق زي ما انت شايفين، يا سلام يا سلام لام. هيني اكلت انا التفاح، فرح انا اجيب بلوكات، وكمان رح اجيب انا ايش فلينت، وكمان هاي في 14 جولدن امبل مطورة تخيلوا، ورح اخذ تي ان تي وانا جاهز. طيب انا اسكت انت ولا كلمة، في طاقية في اخوذة هون. طاقية؟ يلا يلا خذ هاي خوذة، تفضل دودو. شكرا. العفو العفو. يلا يا كركور يلا يا دودو، الان لازم اني اوزع لكم انا الاشياء. هاي خد 1 2 3 4، خد هاي 4 يا كركور، 1 2 3 4، خد هاي 4 يا دودو. شكرا. العفو العفو. وي هاي هون وي هاي هون، ويلا على الاند، لازم نحارب التنين. معي اسهم، كنت رح انسى الاسهم، اهم اشي الاسهم. خلينا اخذ 61 هون، وفي هون اسهم، لا ما في هون، في هون ما في هون ما في. هيا وال يا سلام. يلا يا اصدقاء ورانا حرب طاحنة، يلا يا كركور وراي، يلا كركور يلا يلا اين قدام. النهاية اقتربت، هذه الجزيرة عشنا فيها اجمل ايام حياتنا، سلسلة اسطورية كانت، والان حان وقت قتل اتن نين الشرير 100%. يلا الطريق من هون، بنطلع عن طريق هذا الدرج. يا سلام، بنطلع بنطلع بنطلع، هذه هي الاند، بوابة الاند المرعبة جدا جدا. الان كل واحد ياكل جولدن ابل مطورة، وبعدين يقفز. لا لا لا، خنازير خنازير. والله اذبحوهم اذبحوهم يا حبيبي، طلعش طلعونا. اي نسينا انهم خنازير اللك بلوك هذول. يلا لازم نطلع، يلا اطلع معايا، لكن انتبهوا يا شباب انتبهوا، انا متوتر متوتر. ايش هذا؟ انتبهوا جيدا، هذول اشرار كثير، لازم احنا
نطلع على المناور هاي والمشعر منارات. يلا نعم نعم، هيا التنين لازم نذبحه. اول اشي مش لازم نذبحه، اول اشي لازم اني انا اطلع على ذول الاماكن وافجر اللي موجودين بالاعلى. 100% هيني فجرت الاولى، هيت عن نقتله، هيني برمي عليه الاسهم، بام بام بام، نعم ارمي عليه الاسهم. ياي هي ما رح نقدر، ما رح نقدر كركور دودو. ايوه فجروا، هني بفجر وانا كمان. يلا فجرت هاي، ويلا ضربتني يا خويي يا خويي. خويي مين والناس نايمين؟ يلا لازم اني اصعد انا فوق هاي، خلينا على خليها علي انا بدي اصعد. طيب اصعد، يلا معي مية، اذا سقط من الاعلى بضع مية على الارض وما مموت ابدا ابدا ابدا، وبطلع بطلع بطلع. هي هذا بياخد الطاقة تبعته من المنارات هاي يا زعرور. نعم يا دودو بياخد هذا القوة تبعته من المنارات. انا متوتر والله متوتر، التنين هجم علي انقلع. اين فجرته اين فجرته؟ يا سلام عليك كركور، يا سلام. يلا لازم اني اظني انا مركز، هيني بصعد انا بالبلوكات. متى سوف اصل؟ متى سوف اصل؟ واخيرا بام، اين وصلت؟ خليني اكل كمان جولدن ابل. خم أين أكلت؟ يا سلام، خليني أرمي أنا على هذا التنين الشرير يا حبيبي، هذا جدا خطير. أيوة ضربته، يلا كمل عليه يلا. ضاي المنارة واحدة موجودة هنا، لازم أني أنا ما أسقط، إذا سقط بتكون جدا مصيبة كبيرة. خلينا أشوف الوضع هون بعد عن الدراجون، خلينا أخذ كمان ستاك بلوكات، خلينا أظني أنا مركز. ها زيك، يلا يا زعرور آخر منارة، أمنا الوحيد فيك يا غالي. ما عليك يا كركور، كل إشي تحت السيطرة يا غالي. يلا برررر زيك، يا سلام، هيني تقريبا وصلت يا أصدقاء. بام يلا نقتله، يس اقتله فام، حطيت سويت الحركة. يا سلام، يلا يا أصدقاء تعال، قالوا انا عندي الفكره. كيف شو هي الفكره تبعتك؟ بدي اضع انا هون بعد بعد دود بعد. ايش بدك تسوي؟ بدي احط هون تي ان تي تي ان تي تي ان تي، واول ما يقترب يرجع على هذه المناره الصغيره الموجوده هون بدنا نفجر التي ان تي. يا سلام، يلا اصدق، ايش شو هذا صار؟ فجره فجره، يلا فجر التي ان تي، يلا يلا تفجير. يا سلام، نقص من دمه كتير كتير كتير. ايش هذا جدا خطير، اضربوا معايا اصدقاء. حيني بضرب، والله العظيم اني بضرب، لازم نقتله. نعم يلا 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 يلا، زيك زيك زيك، خلينا اضع انا هذول، طلع فجر المكان. بدي احط كمان تي ان تي، لازم اني اهرب. يلا رح يموت، يلا نهاية التنين، يلا. ايش هذا؟ شو اللي قاعد بصير؟ اقتلوه بالاسم، اقتلوا بالاسهم الحارقة، ضاي المنارة واحدة. عادي عادي بنقدر الا يا كركور. اي شو هذا؟ انا مات يا اصدقاء. يلا كركور اني مستقبله، اطلع هون اطلع هون. بام بام بام، تفجر. واو يا سلام، واخيرا واخيرا تم القضاء ليل هذا الشرير. والله دمرنا، خذ الاكس بي، صار معي 50 اكس بي، 51 اكس بي، 52، 53 اكس بي لا نهائي. والله صار معك اكس بي كتير كتير كتير. والله يا كركور استمتعنا كتير. هين انا جاي شباب، استنوني يا شباب. وين دودو كركور؟ مات مات، مو ضد التنين، هيو رجع هيو قاد. وينك يا دودو؟ هني اهلا وسهلا. يلا الان لازم نفجر ال اند ونطلع منها، وهي هي نهاية سلسلة وان بلوك. لوكي بلوك لسه ما خلصت السلاسل، احنا رح نسوي سلاسل اكتر واكتر واكتر حسب ما انتو بتطلعوا.
تطلبوا يا أصدقائنا المتابعين. 100% خلينا ناكل جولدن أبل. نم نم نم. ويلا يا كركور، يلا يا دودو، خلينا نقفز. وي، شكرا لكم على مشاهدة هاي السلسلة، سلسلة الون بلوك لك بلوك. سوينا منزل، مزرعة، حضيرة، استكشفنا كل الجزر. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك.